معانا استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير استاذ كمال، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير. قول لي، شايف ايه من اجتماع المحافظين النهارده واهم توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للمحافظين اللي حضروا معاه الاجتماع؟ الحقيقه طبعا اجتماع مجلس المحافظين ناقش عدد من الملفات الهامه والقضايا اللي لها اولويه بالنسبه للمواطنين. من ضمن الملفات اللي ناقشها طبعا وشدد عليها رئيس الوزراء النهارده تاكيد على ضروره استكمال ازاله التعديات على فرعي النيل برشيد ودمياط، والتجديد على عدم السماح باي تعدي او اي مخالفه على المجاري المائيه وعلى الاراضي الزراعيه. واكد انه رئيس الوزراء انه هيتم تقديم تقرير شهري للسيد الرئيس بموقف التعامل مع التعديات والمخالفات القائمه. ايضا رئيس الوزراء اكد على اهميه استعداد المحافظات بشكل كامل للتقلبات الجويه والامطار الغزيره، خاصه طبعا في فصل الخريف اللي بيشهد تقلبات يعني جويه معروفه، وشدد على ضروره ازاله اي معوقات في مخارات السيول وتطهير جميع مصارف الامطار والتاكد من توافر الفرق اللازمه وايضا المعدات اللازمه للتعامل فوري مع اي طارئ، والتنسيق الكامل في يعني كل هذه الموضوعات بين الوزارات والجهات المحلية. كمال، خليني أسأل حضرتك كمان عن يمكن الأسبوع ده كان في الشاغل لكل مصر وهو التربية والتعليم، هل كان في أي توجيهات للتربية والتعليم في هذا الاجتماع اليوم للوزير؟ لا، يعني هو طبعا اللي دايما يعني شاغل رئيس الوزراء وكل اجتماعات بالنسبة للتربية والتعليم طبعا الموضوع أهم الموضوع التطعيمات بالنسبة للعاملين في العملية التعليمية، وضرورة أن يكون كل العاملين في مجال التعليم حصلوا على تطعيم، وأيضا بالنسبة لطلاب الجامعات، وبعد كده إن شاء الله يكون في تطعيمات لطلاب المدارس الثانوية، وضرورة التجديد على أن محدش لا يتم السماح بالدخول. طبعا النهاردة حتى كان كلام مش بس على العاملين في العملية التعليمية، لكن الموظفين بشكل عام في فترة هتعطى ليهم وبعد كده مش هيسمح بدخول أي حد مش حاصل على التطعيم. فالحقيقة النهاردة كان في تأكيد على هذا الموضوع بالنسبة للعملية التعليمية، ويمكن أيضا كان فيه يعني تأكيد على يعني انتظام العملية التعليمية وعلى يعني اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ل يعني التباعد الاجتماعي والحرص على الاجراءات الاحترازيه المعروفه بالنسبه للطلاب والعاملين في التعليم. بشكر حضرتك جدا استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء.